اوكي ونعبر رجلا. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ معكم جبار وجبار جيمر، ورجعت لكم بمقطع فيديو جديد. فقبل ابدا المقطع، وصل هذا المقطع ال50 لايك، فاوكي اشتركوا بالقناه وفعل زر الجرس. طبعا هاي سلسله ماينكرافت، او يعني ماينكرافت سنجل بلاير، او اي شيء انتم تريدونه. فيب قبل ابدا المقطع حط لايك واشترك بالقناه. يلا خلينا نبدا. طبعا الشباب اني يعني هاي قدامكم لقيت هنا قريه، فقلت اني ما راح اروح يعني بدون اكل وسيوف، يعني اكس اي شيء، ذن لازم اسوي اول شيء اكس حتى اروح افتش البيوت. فاللي يقول لي ليش؟ لان اخاف يطلع لي هناك زومبي او اي شيء ثاني، فاني محتاج يعني عندي اي شيء، ما اريد اسوي شيء ثاني. فيب يعني اسعاني قاعد اكسر مثل ما تشوفون، فيب ما راح احتاج اي شيء ثاني، وراح اجمع يعني شويه مثلا عندي سيف دروع بالكيد، ويصير عندي الشيء اللي اني اريده او الشيء اللي اني راح احصله. فاوكي صنعت كرافتنج تيبل، وهسه راح يعني اسوي اي شيء انه بسيف واكس اجيب الاكس. طبعا راح يفيدني اكيد اكيد راح يفيدني الاكس. اللي يقول لي بشنو يفيدني؟ اكيد راح يفيدني يعني بال يعني شوفوا شلون اسطوري، طبعا كلش كلش اسطوري الاكس. اوكي اوكي مثل ما تشوفون قاعد اجمع، اوكي شيء اسطوري يعني كلش كلش رهيب. فمثل ما تشوفون بس راح اجمعه وراح اروح على القرية. طبعا يعني شوي راح يعني اقطع بالتصوير بالمونتاج. فاوكي يا شباب مثل ما تشوفون توني قتلت يعني البقرة وخذت منها لحم، فاعتقد هنا راح اخذ السرير هذا لان احتاجه كلش، اكيد احتاجه، اخاف اروح على غير مكان فاحتاجه حتى انام يعني وياه. اوكي يا شباب هنا لقيت اكل، الاكل الاسطوري طبعا راح يفيدني الاكل. وين راح اخذ السرير الثاني؟ اخاف ذاك السرير ضاع، راح اخذ هذا السرير الثالث. اوكي يا شباب واستعليت لنا بصندوق ثاني وضبط لنا، طبعا هذا الصندوق يعني ضبط لنا، فما يحتاج اسوي يعني ادوات واروح اقتل بقر او جلد اخذ منهم جلد. فا اوكي ضبطنا من اول حلقه الصراحه. فيب فاكتبوا لي اي شمودات اضيف، ترى انا اضيف عادي ما عندي مشكله يعني. اوكي يعني نايس اضيف. فا اوكي اكتبوا لنا بالتعليقات، ولا حد ينسى انه يضغط لنا لايك. فيب هسه راح اروح ادور للنوب على اكل على اي شيء. اوكي اعتقد هنا اكو صندوق، اعتقد اوكي فيب اكو صندوق. اوكي اوكي شيء نايس، شيء اسطوري اخذين. اوكي ما في شيء ثاني، فهسه اروح على القرية الثانية اللي هي هذه. اعتقد ماكو اي شيء هنا، او مبنى النجار اللي هذاك البي كله دايموند. اوكي يا شباب اوكي كلش كلش اسطوري، طبعا ضبطونا من اول حلقه الصراحه فكلش رهيب. اوكي اعتقد يعني ماكو شيء، اوكي ماكو شيء. نروح هنا يا شباب، ماكو صناديق. اوكي طبعا راح يكون استكشاف. اوكي ايميرالد، اوكي شيء نايس، ايميرالد 6 والله كفو، 6 ايميرالدات يا شباب والله نحتاجهن. فا اوكي هسه وين راح نروح؟ اوكي هلا هلا بالهرات. فا هسه نروح على هذول القروين، اعتقد القروين يبيعون ايميرالد، ما اعرف بس اشوف اذا يبيعون ايميرالد او لا. اوكي يبيعون بس لا رايد لي وحده واشتري هذا يا شباب، فما احتاجه هسه لان اني عندي دروع. فالمهم راح اوكي لا 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 الي يقفص علي يا شباب. فسوين راح اروح، اعتقد لازم اروح ادور لي ايميرالد وحده حتى يصير كل شيء كامل ومكمل. فيب اسرع على هذا البيت. اوكي ما عنده شيء. اوكي لا يا شباب، اوكي والله ردت اقع يا شباب، شوف يعني قلب واحد واقع. اوف يا شباب شفتوا شفتوا يعني حظي والله يا شباب، ردت اقع يعني انا ما مسوي كرافتنج تيبل، كان كل الملابس او كل الهدوم راح يروحن. ما شفتوا طبعا حالفني الحظ وحظي صدق اول مره يصير اسطوري، طبعا قبل ما صار وياي هيج. فالمهم يعني حظي هسه اسطوري ونايس. وهسه نروح، وين نروح يا شباب؟ اعتقد راح ابني البيت اللي هو احتاج خشب. اوكي لازم والله قامت تظلم، فلازم احتاج خشب حتى ابني لي البيت كامل. فمثل ما تشوفون يا شباب اني بحثت كلش وما لقيت، فاعتقد هناك صندوق. اوكي اكو صندوق. اوكي
9 ايمرالد صار عندنا، فكلش اسطور واقدر اروح للقروين والنوب اشتري اللي هو الايرون، فما احتاج اروح اشتري الايرون. فس لازم اروح وين؟ لازم اروح يا شباب هين واجمع خشب شوية حتى يعني يصير وياي الخشب، فاجمع واصير بيت. فاسرع حاطع بالتصوير وارجع لكم او اسرع الفيديو. فشباب طبعا كملت الخشب، فهسه صار دني ليل، فراح لازم اروح انام على الاقل ما يجون زومبي الي. فاوكي ما يصير انام، فايش راح اسوي؟ شويه راح احلل الخشب لمن ما يصير ليل كامل. فمثل ما تشوفون سويت كل شيء كامل حتى بس يصير خشب، وراح اسوي لي البيت واعيش بالبيت كامل. يعني بدايتي فقيره او سيئه. واوكي شنو هذا قال يضربني؟ اوكي زومبي يا شباب، والله زومبي. منين اجوا؟ ثواني خلقتهم، ثواني اعتقد راح اموت. لا 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 تموت. اوكي قتلت الاول، قتلت الثاني، والله كفو. يلا نام 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 سريع نام يا شباب. شفتوا الحظ يعني؟ او ماي جاد. فس لازم ابني لي البيت. طبعا البيت شنو راح يكون؟ اكيد راح يكون مربع، يعني ما راح يكون بيت خرافي ابيض الوان، فاكيد لازم يكون انه يعني مربع، ما لازم يكون بيت ثاني او غير شيء. فيب هسه قاعد ابني لي البيت، بس اعتقد ما راح يصير شيء يعني هنا قريب. فيب ما اعرف، هسه قاعد ابني لي البيت ثاني فما صار اي شيء ثاني. فيب راح اسرع التصوير. فشباب صار لي اعتقد نص ساعة واني قاعد ابني البيت، واريد القي تصميم ماكو، لان اني صدق بدايتي فقيرة. فالمهم كلش فقير، فماكو اي شي، فخل اكسر هاي. فاذا لقيت اخطاء قولوا لي، فنعتذر. يعني هاي اول مرة اسوي سلسلة اللي هي سيرفايفر ماينكرافت، فاكتبوا لي اذا اكو اخطاء او لا. اوكي بعد عندنا ستاك كامل وراح يصير بيت، نجهز البيت. فيب وخلنا نسوي هنا بلوك حتى نصعد منها. اوكي وخلنا نبني هاي السقف. طبعا هذا السقف لا يقول لي غير شيء ثاني، هذا السقف. اوكي مثل ما تشوفون طبعا انا مو سريع بالبناء، وشوفوا خلنا نصعد من فوق. يعني قلت لكم انا مو بالبناء مو في المرة. فالمهم قاعد ابني البيت وكملت، اعتقد راح اكمله. اوكي والله قلت لكم انا مو يعني محترف بالبناء، فاني اكثر شيء انه بالمعارك. فهسه خلينا نكسر اذن، اعتقد راح ينكسر الاكس، يعني اعتقد راح ينكسر، اعتقد مو كلش بس اعتقد راح ينكسر الاكس. وخلينا نكسر اذن الاثنين ما نحتاجهم طبعا، ليش يخربنا البيت. اوكي خلينا نكسر هاي وهاي، وسرع اسوي لي اللي هو باب حتى لحد يجي علي او زومبي ما يطبون علي. فمثل ما تشوفون راح اسوي لي الباب. اوكي اقدر اصنع بلوك ايمرالد بس ما اريد، لان بعد يمكن احتاج الايمرالد. مثل ما تشوفون صنعت لي الباب، وسرع احط اللي هو القرويله هين. وسع راح اسوي، اعتقد ماكو شيء اسويه. لا اوكي راح اجيب هذا نخليه هنا، يعني زين البيت. اوكي نايس، اخليه بهذا الشكل وراح يصير بيت اسطوري كلش. وطبعا هنا كملت البيت، وهنا اعتقد راح نوصل نهاية الحلقة. اوكي شباب نوصل نهاية الحلقة، لحد ينسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ورابط او انه اي واحد يريد يدخل وياي خليه يدخل ما عندي مشكلة. فيب يلا سي يو، السلام عليكم.